وضعنا حيز الخدمة ثلاث فنادق فندقية، اثنين جدد والثالثة كان إعادة تأهيل بعد ما كان مهمل، بمجموع 367 غرفة، وهذه إضافة نوعية لقطاع السياحة وللولاية بصفة عامة، والأمل أن يحدونا أنه نزيد نستلمه في القريب العاجل فندقين أو مرفقين، على أن يتم الانطلاق في القريب العاجل خلال هذه السنة إن شاء الله لعديد المشاريع السياحية اللي هي من روافد التنمية في الولاية. نظرا للخبرة اللي اكتسبناها في مدينة قسنطينة، جينا لهذه المدينة ماذا بينا نسخروا هذه الخبرة، لأن المدينة هذه فيها أن غران بوتنسيال إن شاء الله، وش عندنا كامل الخبرة ماذا بينا نجلبوا السياح لوكال والأجانب. يحتوي على 56 غرفة، 156 سرير، فيه مطعم فاخر، فيه يطل على الجهة البحرية ويطل على جهة مدينة جيجل.